وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. تتحدث هذه الآية القرآنية المباركة عن أساليب ثلاثة. الأسلوب الأول أسلوب الطغيان، والأسلوب الثاني أسلوب الخذلان، والأسلوب الثالث أسلوب الإيمان. أما الأسلوب الأول فهو أسلوب الطاغية، ومعنى الطاغية هو كل ما تعدى حدودا، سواء على المستوى الإيماني طاغية يدعي الربوبية، طاغية يدعي ما ليس له من مال، طاغية يتجاوز على أحد بلسانه أو بتصرفه، هذا أيضا طاغية. ولربما كان الطاغية طاغية في بيته حيث يتعامل بتعامل غير إيجابي مع أهله ومع أبنائه ومع ذويه. الطاغية لا بد أن نلتفت من أن الطاغية إنما أصبح طاغية لأنه يرى أن مصدر القوة ينطلق منه، في حين أن مصدر القوة هو الله تبارك وتعالى، وما دون الله فكل عالم الإمكان بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. لا بد من في الواقع تفنيد آليات الطاغية، أن لا نجعل الطاغية يطغى. يقال بأن هنالك شخص كان يعرف باسم طيب رضائي، كان يتخذه الشاه لمآربه، فإذا عقدت جماعة أو عقد مجلس وأراد الشاه أن ينشر الرعب والفوضى في ذلك المجلس فإنه يوعز إلى هذا الشخص لأجل أن في الواقع يدب الرعب في هذا المجلس ويخربه. مرة من المرات استدعاه الشاه وقال له: أريدك أن تذهب إلى مجلس عقده الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. قال: من هو؟ قال: سيد الخميني. قال: لا، جنبني أن أتعرض لأبناء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هنا تشوف شلون هذا وقف في وجه هذا الطاغية، لولا أن هنالك من يستمع للطاغية، لولا أن هنالك من يستجيب للطاغية، لولا أن هنالك من في الواقع يكون آلية لدى الطاغية لما أصبح هذا طاغية. الطاغية إنما يجعله الآخرون الذين هم ضعاف النفوس يجعلونه طاغية. هذا طيب الرضائي امتنع فعرضه الشاه إلى أنواع التهديدات، لكنه لم يثني عزمه ذلك، وعندما وصل به الأمر إلى أن يصل إلى مشنقة الإعدام طلبوا منه: هل لديك رسالة؟ قال: نعم.
أوصلوا السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه وقولوا له بأني في الواقع لم أره ولم أسمع به من ذي قبل، لكن حبا وكرامة لأمه الزهراء أنا لم أتعرض له بسوء. وانتقل هذا إلى رحمة الله، قتل رضوان الله تعالى عليه، وبعد انتصار الثورة الإيرانية رجع السيد الخميني رحمة الله عليه إلى إيران وزاره وقال إن هذا هو يشفع لنا يوم القيامة. ثم البرى جملة من الطلبة، هذا قال أنا أقضي عنه صلاته، ذاك قال أنا أقضي عنه صومه، ذلك قال أنا أرد عنه المظالم. إذن الطاغية هو الذي في الواقع ينبغي أن نجابهه بدون خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأسلوب الثاني اللي تطرح هذه الآية القرآنية هو أسلوب التخويف، المرجفون، هؤلاء الذين في الواقع مهمتهم مهمة تخويفية، مهمتهم مهمة في الواقع يبثون روح الخوف لدى عامة الناس على المستوى الاجتماعي، على المستوى العبادي، على المستوى الأسري أيضا. تشوف هؤلاء الأفراد اللي ما يقومون بدور إيجابي في إصلاح ذات البين، دورهم دور مخوف، يخلي الأمور تسير باتجاه لا يحمد عقباه. الله تبارك وتعالى يحذر من هؤلاء، يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الله تبارك وتعالى يحذرهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تحذير أن هؤلاء لازم يبعدون من المدينة، لازم يبعدون من المجتمع. نعم، هؤلاء هذه الفئة هي الفئة التي في الواقع تمارس الحرب النفسية في المجال الاقتصادي، في المجال الأسري، هذا هو في الواقع يحسب على الأعداء، هذا هو. وإن كان ما شهر سلاحا، ما رفع بوجهك سيفا، لكن هذا أغرك في أن تقع في مستنقع الرذيلة والجريمة. نعم، هؤلاء أخطر من العدو، لأن العدو ظاهر تعرفه، هذا يجيك بمظهر الصديق، هذا في الواقع يجيك ولكن هو يفتقد إلى سلامة صدره، يفتقد إلى الصدق في حديثه، يفتقد إلى كتمان السر، ما يكتم سرك، يشيع بسرك. هذا هو الطابور اللعين، هذا يصل في الأسلوب الثاني اللي يتحذر منه هذه الآية، إن الناس جمعوا لكم. هذا في الواقع يجب علينا أن نحذر من هؤلاء، نحذر كل الحذر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، دائما يبثون روح الخوف، روح الرعب، ما يمتلكون الصدق في الحديث، ما يمتلكون السلامة في الصدر، ما يقدر يختزن سرك إذا سررت له بسر. هذا الأسلوب أسلوب يشتقه القرآن. وجميل قال الشاعر، يقول إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبكه ولو بكف من رمادي. ما عندك ثلاث أمور، هذا بيع بكف من رماد. إذا ما المرء أخطأ في ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. هذه الفئة فئة تخريبية، هذه الفئة فئة تدميرية. يحكى أن السلطان العثماني سليمان القانون أو القانوني هذا أراد أن يبني عمارة في مكان خرب، فأمر المهندس الحاذق، المهندس إجا وهدم البنيان القديم في السراي وأقام عوضه كما أراد السلطان بناء شامخا جيدا. لما أكمل البناء إجا السلطان سأل، قال وأسألك أنت لماذا في البناء في الهدم، أنت لماذا في الهدم استخدمت مجموعة من العمال وفي البناء استخدمت مجموعة أخرى من العمال؟ قال أيها السلطان، إن
في الناس من مهمته مهمة الهدم، وفي الناس من مهمته مهمة البناء، فما يصلح للتعمير لا يصلح للتدمير، وما يصلح للتدمير لا يصلح للتعمير. هنالك من مهمته مهمة تدميرية، هذا ما يقدر يبني مجتمع، ما يقدر يبني أمة، ما يقدر يبني جماعة صالحة، هذا ما يقدر يمشي ميل واحد بجماعتي، لأن مهمته مهمة تدميرية. هذا اللي يحذر عنه القرآن ويسميهم بالمرجفين. هذا ينعكس على المستوى المعيشي، على المستوى المعنوي، المستوى الروحي، المستوى الأخلاقي. المطلوب منا أن نكون رجال تعمير لا رجال تدمير. المفروض من عندنا أن نكون رجال بناء، نبني الذوات الصالحة مو ندمرها. الأسلوب الثالث من أساليب هذه الآية اللي يشير إليها أسلوب أصحاب الإيمان. أصحاب الإيمان هؤلاء الذين لا يكترثون بالطاغية، ولا يكترثون بخوف المرجفين، ولا يكترثون بخوف البطالين والعطالين والفوضويين. هذا يمشي عنده رسالة في الحياة يريد أن يطبقها، يطبقها على أحسن ما يكون. لا تأخذوه في الله لومة لائم ولا عزة عادل. أمير المؤمنين في نهج البلاغة عنده كلام جدا رائع، يقول: وإني لعلى بين من ربي ومنهاج من نبيي، وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطا. شنو معنى ذلك؟ إذا نريد أن نشرح هذا القول لأمير المؤمنين سلام الله عليه، المؤمن عندما يواجه الصعاب في الحياة، سواء كان الصعاب كبيرة صعاب صغيرة، مثل ما أنت تواجه في الواقع كرة خيط، خيوط ملفوفة، خيط ملفوفة صغيرة شبه الكرة، هذا تريد تلتقط رأس هذه الكرة، رأس هذه الخيوط حتى تستفيد من الخيوط. البعض يستخدم المنهج الفوضوي، يصير يعبث بهذه الكرة حتى تتعقد الأمور ولا يستطيع أن يصل إلى شيء، وفي الواقع يمكن أن نقول أنه يخرب هذه الكرة، يجعلها غير مستفاد منها، يجعلها غير صالحة للاستعمال، يقضي عليها كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني، البعض لا يستعمل الحدة. الأسلوب الأول يستعمل الفوضوية. الفوضوية ما تصل إلى مكان، الفوضوية ما تصل إلى نتيجة على الإطلاق. الأسلوب الثاني أسلوب الحدة، يجيب يسوي عملية فيصلية، يجيب مقص ويقص هذه الكرة، كرة الخيوط. ما راح يستفاد من هذا، راحت في الواقع تتشرذم هذه الخيوط ولا يمكن الاستفادة منها. يحتاج إلى صبر الإنسان، يحتاج إلى فطنة وإلى تغافل. هذا الصبر هو الذي في الواقع الماستر كي، هذا هو اللي يفتح كل الصعاب. الثالث، الفئة الثالثة في الأسلوب الثالث، أسلوب أهل الإيمان، وهو الأسلوب الذي عبر عنه أمير المؤمنين بالأسلوب الالتقاطي، التقطه التقاطا. وإني لعلى الطريق الواضح التقطه التقاطا، ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر. لا، أنا عندي عقل وعندي دراية، والله زودني بهذه الملكات، أستخدم عقلي، لا أستخدم أسأل فلان وأسأل فلان. إذن المؤمن هو الذي يمسك برأس الخيط، إذا مسك برأس الخيط هذه الكرة الخيطية تصبح عملية تفكيك الكرة بأيسر ما يكون، سهلة جدا. نعم، القرآن الكريم يبين لنا في هذه الآية المباركة، يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
فاخشوهم. شنو كانت ردة فعلهم؟ فزادهم إيمانا. صبروا، ما تعامل بالحدية والفوضوية، لا، وإنما تعامل بالأسلوب الالتقاطي. خلي يلتقط الأمر واحد واحد، خلي يتعامل بيسر، خلي يتعامل بحكمة، خلي يتعامل بدراية، خلي يتعامل بتروي بتريث. فزادهم إيمانا. المؤمن يحتاج في انطلاقته إلى قوة معنوية عالية، إلى قوة معنوية رائعة. لما تنطلق لا تنطلق ضعيف، انطلق قوي، انطلق من صلب، من صلب الإيمان. خلي يكون تكون عندك عقيدة، عقيدة صلبة، عقيدة قوية، وعقيدة متزلزلة، كلمة واحدة تجيبها وكلمة واحدة تودي، لا ما يصير. يمثلون مثال لطيف، يقولون هذا الصاروخ لما يرسل إلى الفضاء قوة الانطلاق قوة هائلة، لكن قوة الاستمرار ما يحتاج إلى قوة هائلة، قوة بسيطة في الاستمرارية، لكن في الانطلاق يحتاج إلى قوة هائلة وعظيمة حتى يخلي ينطلق. هكذا الإنسان المؤمن عندما ينطلق في عقيدته وإيمانه، فلا بد أن ينطلق انطلاقة إيمانية رائعة، وينطلق من منطلق القوة، مو أنه يتراجع لأجل أي مثلا أي تعكر أو أي تعثر في مسيرته. رأسا يرتجع يرجع، عندك مشروع، مشروع إلهي كبير، مو بمجرد أن سمعت كلمة من هذا قال لك ها شنو فائدته، الآخر قال لك من راح يسمع لك، الثالث قال لك رأسا تتراجع، لا أبدا، انطلق بقوة، وقوة لا حدود لها عندئذ تشوف التأثير وتشوف النتائج الإيجابية الرائعة الكبيرة. هؤلاء أول عملية عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أول شيء تكون على قوة قوية. اثنين، يعمدون إلى الدعاء، تعتمد على إيمانك بالله، ولكن الدعاء، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني أنت تتجه وتعتمد وتتكل على أقوى مصدر في القوة في عالم الكون، وهو الله تبارك وتعالى. ولا ترى لغير الله قوة، ولا ترى لغير الله مؤثر، كما قال ذلك العارف الكبير، قال اكتب بمداد العقل على قرطاس القلب أن لا مهيمن في الوجود إلا الله. عندك هذا الإيمان؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن هذا شنو اللي راح يصير؟ شنو اللي راح يصير؟ راح يصير انقلاب جوهري في ذاتك، راح يصير انقلاب معنوي في داخلك. الآية القرآنية تعبر عنه تقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا الانقلاب، هذا التحول، تحول من الشر إلى الخير، تحول من النقمة إلى النعمة، إذا توكلت على الله وإذا اعتمدت على الإيمان لم يمسسهم سوء. نعم، أهل الإيمان قد يتعرض إلى نوع من الأذى، نوع من المضايقة، نوع من المحاسبة، نوع من التعب، نوع من الخسارة، حتى قد ترتقي إلى مرتقى الشهادة أن يضحي بنفسه، لكن العاقب للمتقي النهاية أن هدفك هو الذي تحقق، أن ما تريد هو الذي تحقق. إحنا كلنا سوف نذهب إلى الفناء، ماكو باقي، لا يبقى إلا وجه الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، هذا الباقي الوحيد. فأنت اللي عندك هدف وعندك مشروع، هذا مشروعك تريده يبقى وينفذ ويكون إلى تأثير في الأرض، لابد أن تعتمد على أولا تزداد إيمانا، وتعتمد على الدعاء وتجعل الله هو حسبك. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. السوء الذي يأتي ربما هو سوء بنظر الآخرين، لكن هو بنظر الله رحمة، بنظر الله بركة إليك، بنظر الله عافية إليك. لا تتصور هذا التصور. أيضا القرآن الكريم يقول واتبعوا
رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الرضوان هو العروة الوثقى. الله تبارك وتعالى يقول: فمن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. المستمسك يعني الأماكن التي تعتمد فيها. أنت تشوف لما سيارة تتحرك، تتحرك السيارة قد ترتج يمينا شمالا، أكو مقابض، هاي المقابض جعليها لأجل أن الإنسان يتمسك بها حتى لا يسقط، كما يقال مثلا حتى في هذه الباصات، هذه الباصات اللي واقف يجعلوا له في الواقع مقابض يدوية يمسكها حتى إذا صارت استدارة، صارت حركة مفاجئة في العجلة لا يسقط الإنسان أرضا. هكذا الله تبارك وتعالى جعلنا مستمسكات. فمن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما هو المستمسك؟ المستمسك هو أن يتجه الإنسان إلى ربه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هؤلاء لم يتأثروا، ما تأثروا بالأراجيف ولا تأثروا بالتخويف. بعدين القرآن الكريم يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا أهل الإيمان، انت اعتمد بإيمانك، اعتمد بهذا الرصيد الإيماني الرائع، وهو أنك تؤمن بالله الواحد، وأنك ترجع كل شيء إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الإيمان هو الذي يجعل الإنسان المؤمن إنسانا سعيدا في الحياة الدنيا، إنسانا موفقا في الحياة الدنيا، إنسانا لا يستطيع أولئك الطواغيت ولا يستطيع أولئك المرجفون أن ينالوا منه قيد شعرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.